أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مادة القرآن الكريم غادي نشوفوا صورة جديدة اللي هي صورة العصر، ودابا غادي نتصنتوا جميع القراءة المباركة ديال هاد الصورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقبل ما نفهموا معاني هذه الصورة الكريمة ونحفظوها في الحلقات المقبلة، غادي نحاولوا الآن نقلبوا فيها كيف العادة على الحروف اللي درستوهم في مادة القراءة والكتابة، وهذه الحروف هو حرف السين وحرف الصاد. ودابا غادي نشوفوا الكلمات اللي فيها حرف السين في صورة العصر. والآن لاحظوا معايا مزيان الصورة على الشاشة، شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف السين واللي هي ملونة باللون الأحمر؟ تفضلي رشيدة. عندنا ثلاثة. مزيان، عندنا ثلاثة، ها هما كيبانوا لينا باللون ديالاش اللون الأحمر. إذا واش يمكن لك تقرينا حرف السين الأول؟ الس. مزيان. وهاد الكلمة كما كنشوفوها بها كنبداو جميع الصور اللي شفناها، واش يمكن لك تقرانينا هاد الكلمة؟ باسمي. باسمي، أحسنتي. باسمي، أعيدوا. باسمي. كذلك مشاهدين ديالنا الكرام رددوا معنا، باسمي، أعيدوا مرة أخرى. باسمي. مزيان. وشكون يمكن ليه يقرانينا حرف سين تاني؟ تفضلي خديجة. سا. أحسنتي. سا، ها هو ممدود ممدود باش بالالف وعليه الفتحه، والكلمه كامله هي الانسان. الانسان، اعودوها. الانسان. الانسان، اعيدوا. الانسان. مزيان. ودابا شكون يمكن ليه يقرا لنا حرف السين، عفوا هاد الحروف ديال هاد الكلمه الاخيره كما كتشوفوها اللي فيها حرف السين كلكم قريتوها، ها هي كما كتلاحظوا على الشاشه. شكون يمكن ليه يقرا لنا هذه الكلمه؟ تفضلي رقيه. خسرين. احسنتي. خسرين، اعيدوا. خسرين. اعيدوا مره اخرى. خسرين. مزيان. والان غادي نشوفوا الكلمات اللي فيهم حرف الصاد في صوره العصر. لاحظوا معايا الصوره على الشاشه. اذا رقيه، شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيهم حرف الصاد وهي اللي ملونه من اللون الاحمر؟ عندنا خمسه. مزيان، حفظتيهم دغيا، تبارك الله عليك. عندنا خمسة. واش يمكن لك تقرا لنا حرف الصاد الأول؟ الص. مزيان، وعليه أش؟ سكون. أحسنتي، جميل جدا. إذا والكلمة كاملة هي العصري. العصري، أعيدوا. العصري. أعيدوا مرة أخرى. العصري. مزيان. وشكون يمكن ليه يقرا لنا الصاد اللي جا في هذه الكلمة كما كتلاحظوا الآن معايا على الشاشة؟ تفضلي رشيدة. صالحاتي. قريتي الكلمة كلها، تبارك الله عليك. إذا قراها الحرف بوحدو. صا. مزيان، أحسنتي. الصالحاتي، أعيدوا. الصالحاتي. أعيدوا مرة ثانية. الصالحاتي. مزيان. ودابا عندنا كما كنشوفوا في الكلمة الثالثة اللي فيها حرف الصاد، شكون يمكن ليه يقرا لنا هذا الصاد؟ تفضي خديجة. صا. أحسنتي. والكلمة كاملة هي وتواصوا. وتواصوا، أعيدوا. وتواصوا. كذلك أنتم مشاهدينا ردوا بعد منا، وتواصوا، أعيدوا. وتواصوا. أحسنتم. وكما كتلاحظوا معايا كلمة وتواصوا معاودة جوج النوبات. مزيان. ودابا شكون يمكن ليه يقرا لنا آخر كلمة اللي فيها حرف الصاد؟ ها هي اللي كتبان لكم على الشاشة. تفضل رقية. بالصبر. أحسنتي. بالصبر، أعيدوا. بالصبر. أعيدوا مرة أخرى. بالصبر. مزيان. والآن قبل ما ننهيو هاد الحصة غادي نطلب منكم تنجزوا هاد جوج تمارين اللي غتلقاوهم موجودين عندكم في الكتاب ديالكم في الحلقة 45 ديال مادة القرآن الكريم. لاحظوا معايا التمرين الأول، والمطلوب منكم في هاد التمرين هو أنكم تدربوا على كتابة هاد جوج كلمات. وهذه الكلمات يلا شفناهم، الكلمة الأولى اللي هي العصري، والكلمة الثانية اللي هي خسر. والمطلوب منكم هو أنكم تكتبوا هذه الكلمات على هذه الحروف الباهتة. لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوا الكلمة الأولى. العصري.
كنكتبوها بهذا الشكل، وبطبيعه الحال خصنا ما ننساوش الحركات. كذلك انتم مشاهدينا ركزوا معنا مزيان، وغادي تحاولوا تكتبوا هذه الكلمه الى نهايه السطر كيف العاده. نشوفوا الكلمه الثانيه، خسرين، حرف الخاء والسين والراء كلهم شتوهم، خسرين، وغادي تحاولوا تكتبوا هذه الكلمه ايضا الى نهايه السطر. هذا بالنسبه للتمرين الاول. اراو نشوفوا التمرين الثاني، كما كتلاحظوا معايا التمرين الثاني الان على الشاشه، عندنا مجموعه ديال الكلمات ومجموعه ديال الحروف، والمطلوب منكم هو تربطوا كل كلمه بالحرف اللي كيناسبها. وغادي نعطيكم واحد مثال، نختاروا مثلا كلمه خسرين، غادي نربطوها بالحرف اللي كيناسبها اللي هو س، هكذا كما كتشوفوا معنا على الشاشه، وانتم غادي تحاولوا تكملوا الكلمات المتبقيه. وهكذا اخواتي اخواني وصلنا لنهايه الحصه ديال ماده القران الكريم في هذه الحلقه، ودابا غادي نخليكم مع ماده الحساب. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.